هنا لدينا العديد والعديد من عروض العمل في مختلف المجالات ومختلف التخصصات. مطلوب معلم الطفولة المبكرة، محاسب أول، الخدمة الاجتماعية، ممرضة مسجلة، الصحة العامة، ممرضة مسجلة والرعاية الحادة والإسعافية، مشرف صحة المجتمع، منسق رعاية المرضى، غسالة الصحون أو من يتكفل أو يتكلف عفوا بغسل الأطباق والصحون، ذكور وإناث، مساعد عام، وأيضا بواب، من يعمل في مجال كحارس أو حارس المنزل، مساعد عام الشتاء الطريق، حارس أمن، نجار، مساعد سائق شاحنة، عضو فريق المعيشة المرعومة، والذين صفحة ثانية. وهنا المزيد من روابط الوظائف. إذن هذه إخوان منظمة غير ربحية تعزز وتحفز وتدعم التنمية الاقتصادية وإمكانية توظيف الفرنكوفونيا في الأقاليم الشمالية الغربية لكندا، أفضل مناطق بكندا الأقاليم الشمالية والغربية وأفضل مناطق للهجرة. بصراحة جنبا إلى جنب مع شركائنا نقوم بتطوير سيدندو، الخدمات والأدوات التي تدعم أعضاء مجتمع هذه المنظمة، عضو في شبكة التنمية الاقتصادية والتوظيف. إذن خدمات المتوفرة، خدمة توظيف، القابلية لتوظيف، الهجرة، زيادة أو ريادة الأعمال عفوا، استثمار، من يود الاستثمار في كندا، وأيضا السياحة. نحن فاعلون منخرطون في التنمية الشمالية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائي الكرام متتبعي قناة أبو ريان للتوظيف والهجرة. معكم أبو ريان وأتمنى لكم حظ موفق إن شاء الله، وإن شاء الله تحصلون على عقد عمل وتهاجرون إلى كندا وتحققوا الحلم الكبير، ولما لا تجلبون أطفالكم و أزواجكم أو زوجاتكم إن شاء الله إلى كندا، وإن شاء الله تتحسن الوضعية للجميع. هذا هو هذه هي يعني أمنيتنا، يعني هذا هو كيف نقول يعني باللغة العربية الفصحى، هذا هو مرادنا ومراد هذه القناة. لماذا يعني عملنا هذه القناة؟ فقط لمساعدة المحتاجين للعمل في كندا والهجرة، ولمن يبحث عن عقود عمل أو لمن يود الهجرة عن طريق برامج الموثوقة والمتوفرة في جميع الولايات الكندية وليس فقط كندا، فجميع الدول الغربية. فنتمنى لكم التوفيق دائما إخوان أخوات الكرام، وأدعو لكم من القلب، وأود أن أبارك للشباب والشابات والمشتركين الذين تواصلوا معي وحصلوا على مقابلات من طرف شركات. الحمد لله هذا يفرحنا ويحفزنا لتقديم المزيد والمزيد إن شاء الله. إذن إخوان أعتذر عن الإطالة، إذا كنتم زوار أدعوكم للاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد. أدعوكم إخوان لمشاهدة هذا الفيديو الذي شاركته معكم اليوم، فرصة لا تعود لمن يود الهجرة إلى كولومبيا البريطانية، فرص عمل متوفرة وعقود عمل متوفرة، تأشيرة مدفوعة، سكن متوفر زائد إقامة، كل هذا في هذا الفيديو. فكل ما عليكم أن الدخول إلى هذا الفيديو وتسجيل طلبكم وإرسال السيرة الذاتية، وإن شاء الله تتحصلون على عقود عمل. إذن إخوان كما لاحظتم في أول الفيديو أو كما شرحت لكم في هذا الفيديو في أول الفيديو، هذه منظمة غير ربحية تتكلف لك بجميع مصاريف التنقل أو السفر إلى كندا عن طريق عقد عمل. إذن يمكنكم التعرف على هذه المنظمة بعناية، سأترك لكم الروابط في صندوق الوصف. إذن هذا الأشخاص أعضاء المجلس أو كل من يعمل في هذه الجمعية، يمكنكم التعرف على جميع فريق العمل في هذه الجمعية، فريق رائع جدا ومتعاون بشكل كبير كبير جدا. هنا لدينا البريد الإلكتروني لكل واحد في هذا الفريق لمن يود التواصل معه مباشرة، والرد يكون
يعني سريع جدا جدا. إذا إخوانا أخواتي الكرام، هذه المنظمة توفر عروض عمل التي سأشاركها معكم الآن. يمكنكم الآن التقديم للعرض المناسب لكم. لدينا العديد من العروض كما ترون، لدينا الصفحة الأولى ولدينا الصفحة الثانية. إذا يمكنكم ترجمة الموقع باللغة العربية. مطلوب عامل راحة، مطلوب نجار من ذوي الخبرة، مدير تسويق المبيعات، تنسيق حدائق. إذا سأضغط على هذا الإعلان، سندخل هذا الإعلان. هنا لدينا أيضا مشرف خدمة الطعام، سنرى هذا الإعلان. مرشد سياحي، خط طهي لمن يعمل في مجال الطهي، وعامل راحة، عامل الرعاية المجتمعية وبديل. إذا لقد قمنا بالدخول إلى بعض العروض، وسنرى طريقة التقديم لإرسال الطلب مباشرة عبر البريد الإلكتروني أو الاستمارة. إذا سنرى هذا الإعلان على سبيل المثال. تنسيق حدائق، إذا هنا يعني العمل في مجال العشب القطب الشمالي في كندا. إعلان جديد، يعني جميع الإعلانات حصرية. الموقع العمل كندا، في التقصير، نوع الوظيفة، وقت كامل. إذا هذه المعلومات الخاصة بالوظيفة وهذا البريد الإلكتروني. تنسيق حدائق كما ترون هنا، تفاصيل الوظيفة، واجبة العمل، تخطيط وإدارة، توفير التكلفة، المواد والإشراف على أعمال المناطق الطبيعية، تعيين الموظفين والإشراف عليهم وجدولة مواعيدهم، صيانة التخطيط والأرضيات المباشرة، والعديد متطلبات المهارة، دبلوم مدرسة ثانوية أو خبرة في ذات صلة، القدرة على تنظيم جدول العمل، القدرة على حل الخلافات بين العمال، حل المشاكل، إمكانية الرفع حتى 50 رطل على ما أظن، مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية، القدرة على التفاوض بشأن العقد، القدرة على استخدام مجموعة متنوعة من معدات المناظر الطبيعية. شروط التوظيف، ستعمل 40 ساعة في الأسبوع، والأجر سيكون 22.50 دولار في الساعة. جيد، هنا لدينا طريقة تقديم. سنضغط على هذه الخانة، يقدم طلب على الإنترنت، وسنقوم بإدخال الاسم الكامل هنا. ونقوم بإدخال البريد الإلكتروني. وهنا نقوم بإدخال نقوم بإدخال رسالة تحفيزية. دائما أترك لكم نموذج في صندوق الوصف، يمكنكم الدخول إلى أسفل الفيديو، ستجدون نموذج إخوان أخواتي الكرام، وتقومون بلصقه مباشرة، ستجدونه باللغة الإنجليزية وأيضا باللغة الفرنسية. إذا سأكتب فقط بونجور، وأنتم ستكتبون رسالة كاملة. هنا نقوم بالضغط على إرفاق السيرة الذاتية. استمارة بسيطة جدا، يمكنك ملؤها في دقيقة من الهاتف أو من الحاسوب، ليس هنالك أي مشكل. إذا سنقوم باختيار أو بتحديد السيرة الذاتية، تكون منجزة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية وبالطريقة الكندية كما شرحت لكم في فيديو سابق. أترك لكم دائما رابط طريقة عمل سيرة ذاتية في صندوق الوصف وفي أول تعليق. إذا هنا يتم تحميل السيرة الذاتية على الاستمارة أو على الموقع. ننتظر بضع ثواني، لدي الانترنت يعني ضعيف بعض الشيء اليوم. جيد، قد على وشك الاقتراب أو على وشك الانتهاء التحميل. إذا ننتظر بضع ثواني. وهنا كما ترون لدينا العديد من العروض. إذا هذا عرض أيضا الذي فتحناه قبل قليل، مشرف خدمة الطعام. إذن ما زال التحميل جاري، ننتظر بعد الشيء. ها هنا أيضا لدينا عرض عمل في مجال الطهي، من يعمل في مجال الطبخ. وهنا أيضا شركة نقل، من يعمل في مجال السياقة، لمن لديه رخصة سياقة شاحنة. الكثير منكم إخوان أخواتي الكرام طلب مني سابقا وضع إعلانات أو مشاركة إعلانات في مجال السياقة. إذا هذا إعلان أو هذه فرصة أخي أختي الكريمة لكي تقدم الطلب، ذكور وإناث. جيد، تم تحميل
السيرة الذاتية سنتأكد من المعلومات إخواني الكرام ونقوم بإرسال التطبيق أو إرسال الطلب. الله أكبر، لدي مشكل في الانترنت اخوان اخوات الشيطان، ساقوم بالارسال من جديد، ساحدد السيرة الذاتية. يعني اخوان اخوات الكرام، بعض الاحيان يقع تأخير في ارسال الطلب اذا قمت بملء الاستمارة. اذا ساريكم او ساعطيكم طريقة. ستقوم اخي اختي كريمة بملء الاستمارة كما راحتم الان. تقومون بادخال البيانات الخاصة بكم، اسم كامل، البريد الالكتروني، ورسالة تحفيزية او رسالة خطاب هنا، وتقومون بإرفاق السيرة الذاتية وترسلون الطلب. اذا تم ارسال الطلب فهذا جيد، لان الموقع يعني فيه ضغط او عليه ضغط كبير، الموقع عليه ضغط كبير جدا جدا. بعض الاحيان لن تذهب الاستمارة او لن ترسل. اذا تم ارسال الاستمارة فهذا شيء جيد جدا. إذا لم ترسل الاستمارة ركزوا معي جيدا، ستجدون هنا في الأعلى البريد الإلكتروني. هذا هو البريد الإلكتروني الخاص بهذه الشركة. ستقومون بنسخ هذا البريد الإلكتروني وتذهب أخي أختي الكريمة مباشرة إلى جيميل وتلصق هذا البريد وترسل السيرة الذاتية ورسالة تحفيزية وتقدم الطلب مباشرة عبر هذا البريد. واضح جدا. اذا بالنسبه لبعض الاعلانات كما ترون هنا، هذا الاعلان بالنسبه لمشرف خدمه الطعام، هنا ليست لدينا استماره. طريقه التقديم هي فقط ارسال طلب عبر البريد الالكتروني الخاص بهذا المطعم او فندق على ما اظن، سيكون في مطعم. اذا ترسل الطلب عبر البريد الالكتروني. بالنسبة لإعلان إعلان موالي، الإعلان الذي قمت بفتحه طباخ، هذه هي الشركة، ستقوم بإرسال طلب عبر أيضا البريد الإلكتروني التالي. بالنسبة لمهنة سائق شاحنة، أيضا هنا لن تجدوا استمارة، ستجدون فقط البريد الإلكتروني لإرسال طلب العمل. هذا هو البريد الإلكتروني. إذا إخوان أخواتي الكرام، طريقة إرسال طلب العمل عبر البريد الإلكتروني هذه الطريقة. سنقوم بالدخول إلى جيميل، نذهب إلى نوفو ميساج. إذا كنت من الحاسوب ستظهر لك هنا. إذا كنت من خلال أو سترسل طلب من خلال الهاتف ستظهر لك في الأسفل، نفس الشيء، ليس هناك مشكل. نضغط على رسالة جديدة أو نوفو ميساج، ونقوم بلصق البريد الإلكتروني في حرف A الخاص بالشركة على هذا الشكل. هنا نكتب في لوبجي او العنوان الرسالة، سنقوم بلصق عنوان الوظيفة. اذا سنقوم بارجاع اللغة الانجليزية او اللغة كما ترون هنا العربية. جيد، سنقوم بارفاق بكتابة هذا العنوان، عنوان هذه الوظيفة في هذا المكان في لوبجي. جيد جدا، ليس لدينا اي رمز او اي شيء هنا لنقوم بنقله. نوك، لدينا نوك هنا لوكاسيون، هذا هو النوك او الرمز الخاص بهذه الوظيفة. يمكنك ايضا نقل هذا الرمز نوك الخاص بالوظيفة في هذا المكان، ونقوم بإرفاق خطاب التحفيز او خطاب تحفيزي. إذا سأذهب إلى صندوق الوصف لفيديو في القناة. أعتذر إذا أطلت عليكم الفيديو، فقط لأوضح لكم جميع المراحل وطريقة إرسال لأسهل عليكم العمل، وأتمنى أن يكون الشرح واضح إن شاء الله. إذا لدي الحاسوب ثقيل ثقيل جدا. إذا إخواني أخواتي الكرام، هذا هو الفيديو، وسنقوم النزول إلى أسفل صندوق الوصف للفيديو. سنجد رسالة تحفيزية أو رسالة خطاب أو رسالة تقديم، سنقوم بنسخها ونقوم بلصقها هنا في هذا المكان. إذا تم لصق الرسالة بنجاح. جيد جدا. إذا هنا في الأعلى
في الأسفل عفوا سنقوم بإرفاق السيرة الذاتية. سنضغط على هذا الرمز في الأسفل، نقوم بإرفاق السيرة الذاتية ونرسل الطلب بشكل عادي جدا. إذا سأختار السيرة الذاتية أوفر، وسيتم تحميل السيرة الذاتية كما تلاحظون في الأسفل. إذا هذه طريقة إرسال الطلب، وسأضغط على أنفوي أو إرسال الطلب، وسيتم التوصل برسالتك أو بطلبك في الشركة أو المشغلين سيستقبلون رسالتك إن شاء الله. إذا إخوانا أخواتي الكرام، أتمنى أن يكون الفيديو قد نال استحسانكم، ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم. إذا قوموا الآن بالتسجيل، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف، وكان أي مشكل أو استفسار أو أي سؤال اتركوا لي في أول تعليق في صندوق التعليقات، أو راسلوني عبر الجيميل الموجود في صندوق الوصف للفيديو. إخوانا أخواتي، كان معكم أبو ريان، دمتم في رعاية الله، ولا تنسوا الاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد، ولا تنسوا أيضا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.